النهارده كانت الاخبار كلها خاصه بالمنتخب المصري والتصريحات الخارجيه. النهارده المنتخب المصري تفقد ارضيه ملعب جابومه واللي عليه لغط كبير جدا على سوء حالته، واكد السفير المصري ان حاله الملعب هتبقى افضل، وده اللي اكده ليه طبعا المسؤولين المنظمين للبطوله. والنهارده لاعبي المنتخب اكدوا ان هم قادرين يلعبوا على الملعب ده، مفيش مشكله، برغم من ان كوت ديفوار ليها افضليه شويه ان هي لعبت التلات مباريات على هذا الملعب. بص، انت عانيت شويه في البطوله دي يا اسامه. ليه؟ لان انت رحت لعبت في جروه، وبعدين لعبت في دواله، او في دواله وبعدين جروه، وبعدين يا ويندي، وبعدين هتلعب على ملعب جابومه. فانت الموضوع بالزبط بالنسبه لك، رحت اكتر من ملعب، ما بتتمتعش بالميزه ان انت مستقر بتلعب على نفس الملعب. دي الميزه اللي اتمتع بيها منتخب كوت ديفوار بصفته ان هو تصدر مجموعته واحتل المركز الاول. لكن كل دي امور مش عايزينها ان هي تكون عقبه، خاصه ان هي البطوله كلها تنظيميا مش افضل حاجه. يعني انا بقول لك، انا كنت متواجد في الكاميرون، لا هي ما في، يعني مش البلد ما كانتش مجهزه بالشكل اللي اسامه اللي تقدر تقول ان هي تستطيع استضافه البطوله الاكبر في افريقيا. كان المفروض ان يكون التجهيزات افضل من كده بكتير، الملاعب تكون افضل من كده بكتير. انت شفت في 2019 احنا كنا المنتخب كدوله مصريه قدرنا في وقت قصير جدا لما استضفنا البطوله ان احنا نعمل بنيه تحتيه تاخد سنين وسنين، ودول ثانيه تاخد، يعني تحتاج سنين وسنين ان تقدر تنظم البطوله ديت. لكن احنا الحمد لله في وقت قياسي قدرنا ننظم بطوله، الكل شاهد ان هي البطوله الافضل، والكل قال لك مصر في اي وقت تقدر تقول لها استضيفها تستضيف، ونقدر نستضيف محافل عالميه، مش كان بس، لا تقدر تستضيف كمان كاس عالم. فانت عندك هناك الملاعب كلها يعني تقدر تقول شبه بعض، ما فيش ملعب، هو ممكن ملعب اولمبي اللي يعني بصفته ان هو الملعب اللي استضاف الافتتاح وهيستضيف النسخه مباراه الختام. هو ملعب اولمبي هيبقى فيه مشكله لو طبعا الاخبار اللي جت النهارده ان يعني المتسيبي طبعا رئيس الاتحاد الافريقي قرر نقل كل المباريات عن ملعب اولمبي، المباريات المقرره عليه، بالتاكيد طبعا المباراه القادمه لكوت ديفوار او مصر هتكون على الملعب ده في دور الثمانيه. لكن ده تمام، يعني تم نقل المباريات بعد طبعا الحادثه التدافع اللي حصلت امبارح واللي اسفرت عن وقوع 8 ضحايا واصابه 38 شخص، منهم 7 في حاله خطيره، بنتمنى السلامه اكيد ليهم. طبعا احنا بنعزي دوله الكاميرون والشعب الكاميروني في حالات الوفاه، ونتمنى الشفاء للمصابين. لكن ما هو ده برضو لو نرجع شويه للكلام يا اسامه، سوء التنظيم اللي بكلمك فيه. فكره ان انت بطوله مهمه زي دي والتنظيم، يعني انا برضو الجماهير المصريه في الماتشات اللي فاتت كانت بتقابل برضو مشكله في دخول الملعب. يعني انت بتلاقي مش محدد فين الملعب، البوابه اللي انت داخل فيها، ويقول لك لا من هنا، لا تعالى من هنا، وتلاقي مجموعه دخلت من ملعب ومجموعه قعدت في مدرج تاني. فانت سوء التنظيم ده، يعني المفروض بطوله مهمه زي دي والاتحاد الافريقي وعندك صامويل ايتو ورئيس الاتحاد الكاميروني، كان كل الامور دي محتاجه انها تتنظم بشكل افضل من كده بكتير. انا شايف ان يعني تنظيميا هي البطوله سيئه للاسف، فنيا ما ارتقتش المستوى اللي احنا بنشوفه. مستنيين ان الحاجات دي تتظبط بقى في الدور الثمانيه وما تبقى من البطوله. تمام.